طبعا ده اب المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحده لمكافحه المخدرات والجريمه السيد يوري فيديتوف ب يعني التوجيه كلمه في اليوم العالمي لمكافحه الفساد فيينا اللي هو 9 ديسمبر، وانا ساقراها عليكم ووزعت اعتقد. يحرم الشباب من التعليم الذي يؤهلهم، وتحرم النساء من عمليات يمكن أن تنقذ حياتهم، ويحرم العمال من العمل، وهذه نماذج لضحايا الفساد. للفساد تأثيرات كارثية على المجتمعات، فهو يعيق الفرص ويحرم الفئات الضعيفة من الاستفادة من البنية التحتية، وتحكم عليه بالحياة في ظل عدم المساواة وغياب العدالة. ضحايا الفساد ليسوا من جيل واحد، فجريمة الفساد تلاحق الأجيال المتعاقبة ملحقة الأذى بأعداد لا تحصى من البشر. لذا فإنما أريد أن ما يريد أن من يريد أن ينتشل الناس من الفقر ويعزز النمو الاقتصادي، فإن العالم يجب أن يقف متحدا ضد الفساد. ذلك يعني رفض الفساد وتبني المحاسبة والشفافية والحوكمة الرشيدة. ومن أجل تحقيق ذلك فيجب أن نصمم على استخدام أمضى الوسائل، وذلك يعني تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إن انضمام 183 دولة إلى الاتفاقية يعني أننا وصلنا الهدف، ولكن هناك المزيد لما يتوجب عمله. يجب أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي، مما يجعل الجميع متحدين في مكافحة الفساد والقضاء عليه. ويجب علينا أن نكون مبدعين وخلاقين في ضمان أن تكون مشكلة الفساد في مقدمة أجندة العالم. وبالمثل من الأهمية، فإن أجندة 2030 للتنمية المستدامة تدعو إلى تخفيض محسوس في الفساد ضمن مجهود العمل من أجل بناء السلام والمجتمعات التي تحمي جميع أفرادها حسب الهدف رقم 16، إنه اعتراف بأن الفساد يمكن أن يحطم التنمية المستدامة. وفي اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فإن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة يؤكد أنه سيعمل مع جميع البلدان ومع العديد من الشركات لضمان أن يكون الجميع متحدون ضد الفساد ومن أجل السلام والتنمية والأمن. والسلام عليكم.